أوداريتاتو وماريون كوتيار وإيزابيل أوبير. تتمتع جميع هؤلاء السيدات بالأناقة والجمال بغض النظر عن أعمارهن، لذا فهن حتماً على معرفة بسر خاص بالجمال، صحيح؟ كلا، فهن يتبعن فقط بضعة مبادئ تجميلية بسيطة وسريعة يمكنك أنت أيضاً اتباعها. رفض الاستعانة بالكونتور. يجتاح استخدام الكونتور العالم بأسر هذه الأيام، لكن الفتيات الفرنسيات لسن من بين المعجبات به. يعتمد الجمال الفرنسي على إظهار الملامح الطبيعية للوجه وليس على إخفائها ورسم ملامح جديدة للوجه. ربما عليك تجربة التخلي عن استخدام الكونتور، لكن لا بأس باستخدام القليل من مادة التسمير على الوجنتين لمنحهما مظهراً مشرقاً ومنعشاً. تقبلي عيوبك بكل سرور. ألقي نظرة عن قرب على الطراز الذي تتبعه المرأة الفرنسية، فهو عفوي وفوضوي قليلاً، أليس كذلك؟ فهن لا يسرحن شعرهن كثيراً ويختارن إكسسوارات كلاسيكية لا تحظى بشعبية كبيرة، ولا يملكن خيارات واضحة في اختيار الملابس. وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعلنا لا نستطيع التوقف عن النظر إليهن. لا يهم بالنسبة لهن تجميع كل شيء بشكل صحيح، بل يفضلن أن يكون على طبيعتهن ويملكن سراً صغيراً واحداً، وهو المثالية المملة. اختيار أحمر الشفاه الأحمر اللون. إذا كنت تبحثين عن طريقة سريعة لتحسين مظهرك، فخذيها من النساء الفرنسيات وضعي أحمر الشفاه المفضل لديك. فليس هناك شيء لا يمكن لهذا الصغير إصلاحه، وتعلم الفرنسيات ذلك جيداً. فسواء كنت ترتدين فستاناً حريرياً مع قبعة أو جنساً ممزقاً مع بلوزة بيضاء، سيمنحك أحمر الشفاه الوردي مظهراً أنثوياً أنيقاً ورائعاً. استخدام طلاء أظافر بسيط. إن الأظافر الملونة بعدة ألوان أو ما نطلق عليه اسم المناكير الفرنسي شيء مبالغ به من وجهة نظر الفرنسيات، حيث إنهن يفضلن البقاء على طبيعتهن، أتتذكرين؟ لذا فإن أي شيء يحتاج للكثير من الوقت أو المال محظور بالنسبة لهن. تفضل معظم الفرنسيات إبقاء أظافرهن قصيرة واستخدام طلاء أظافر شفاف، أو عدم استخدام طلاء أظافر مطلقاً لمنح أظافرهن مظهراً جيداً. وينطبق الأمر ذاته على أظافر القدمين أيضاً. توقفي عن تدمير شعرك. تعمل مجففات الشعر وأدوات تسريح الشعر على تدمير بنية الشعر بشكل كبير، ولأن النساء الفرنسيات يعلمن هذا جيداً، فهن يحاولن التباهي باختيار أثمن منتجات العناية بالشعر، كقناع مغذي للشعر هنا وزيت عطري هناك، وفرشاة شعر مذهلة مصنوعة من مواد طبيعية، وسيبدو شعرك رائعاً دون القيام بتصفيفه. تتبع الفرنسيات حيلة واحدة لتصفيف الشعر، وهي غسل شعرهن وانتظار جفافه بشكل طبيعي وتصفيفه في اليوم التالي عندما يصبح ناعماً جداً. تحسين جودة نومك. صدقي أو لا تصدقي، يمكن للوسادة التي تنامين عليها أن تؤثر حقاً على بشرتك وشعرك. وإذا كنت تريدين لهذا التأثير أن يكون جيداً، فاتبعي نهج المرأة الفرنسية واشتري لنفسك وسادة حريرية. فهذا النوع من الوسائد غير مثير للحساسية، لذا يساعد البشرة في الحفاظ على رطوبتها الطبيعية خلال الليل. إضافة إلى ذلك، يمكن للنوم على وسادة حريرية للتقليل من التجاعيد ومنحك بشرة ناعمة، كما سيحصل شعرك على جرعة من الفوائد، حيث يمكن للخصائص الطبيعية للحرير إيقاف احتكاك الشعر. لذا قولي وداعا لنهاية الشعر المتقصفة. أبقي حقيبة المكياج خفيفة. تتسم معظم حقائب المكياج الخاصة بالنساء بالفوضى،
فتجدي بها الكثير من أقلام أحمر الشفاه وأقلام التحديد والهايلايتر ولوحات ظلال العيون، لكن المرأة الفرنسية لا تحمل معها سوى الضروريات، وبالطبع من بينها كريم الأساس الفاتح اللون والبودرة، حيث إنهما يمنحان بشرتك درجة لون مثالية. لا تعيد الفرنسيات وضع البودرة كل ساعة، بل يحاولن السماح للبشرة الطبيعية بالتألق من خلالها. أما مكياج العيون الفرنسي فهو طبقة رقيقة من الماسكارا على الرموش، لكن يمكنك دائما تجميله بالكحل للسهرات مساء. وأخيرا اثنان من أحمر الشفاه، واحد بلون طبيعي وآخر بلون أحمر جنوني للخروج في المساء. استخدام العطر بطريقة صحيحة. قالت كوكو شانيل ذات مرة: يجب على المرأة وضع العطر أينما أرادت لتقبليها أين يكون. وتتبع السيدات الفرنسيات هذه النصيحة البسيطة. بالطبع لن ينسين أبداً العنق والرسخين، لكنهن يعلمن أيضاً كيفية الإبداع بذلك. يعرفون كيفية الإبداع به. على سبيل المثال، يمكنك رؤية امرأة فرنسية ترش قليلاً من رائحتها المفضلة على وسادتها أو في حقيبتها للتأكد من أن رائحتها ستظل موجودة على القماش حتى بعد رحلة طويلة. إلى جانب ذلك، نادراً ما تغير الفرنسيات عطرهن، حيث تختار السيدة عطراً واحداً تحبه وتجعله رائحتها المميزة الخاصة بها. انفاق المال على قص الشعر الجيد. تتبع الجميلات الفرنسيات مبدأً واحداً في غاية البساطة. يمكنك ارتداء ملابس ب10 دولارات ولن يعلم أحد بذلك مطلقاً، لكن قص الشعر رخيص الثمن سيدمر مظهرك في الحال. لذا تجد معظم الفرنسيات على استعداد لدفع ثروات طائلة لمصفف الشعر الجيد الذي يعلم كيف يمنحهن مظهراً مذهلاً. ليست فكرة سيئة، صحيح؟ إلى جانب ذلك، سيقدم لك مصفف الشعر الماهر قصة شعر لا تحتاج لأي ترتيبات خاصة باستثناء للمناسبات الفاخرة. تخيلي كم ستوفرين من الوقت. الالتزام بروتين بسيط للعناية بالبشرة. الشيء الآخر الذي تنفق عليه الفرنسيات الأموال منتجات العناية بالبشرة، وشعارهن القليل يعني الكثير، لذا فهن لسن بحاجة للكثير، فلا يحتاجن سوى منظف جيد للوجه وواقي من الشمس ومرطب. كما أنهن يستمتعن باستخدام الزيوت العطرية بوضعها على وجوههن وأجسامهن وشعرهن. لكن هناك شيء واحد حتماً لن تجديه منضدة المرأة الفرنسية، وهو مقشرات البشرة، حيث تستبدلها بوضع مختلف أنواع الأقنعة قبل ذهابها إلى النوم لتستعيد شباب بشرتها بعد الانتهاء من يوم طويل. القيام بتدليك بشرة الوجه. يمكن للتدليك المنتظم للبشرة أن يغير بشرتك بشكل كلي، وللقيام بذلك لست بحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة. إليك ما تفعله النساء الفرنسيات. في كل مرة يضعن بها المرطب عليك القيام بهذا في الصباح والمساء. يضغطن بأيديهن بلطف على طول الفك وللأعلى باتجاه الأذنين، ثم يمكنها الانتقال من تفاحتي الوجنتين مباشرة إلى منطقة الصدغ باستخدام أطراف أصابعها. وأخيراً ترسم خطاً من حاجبيها إلى حدود شعرها كلمسة أخيرة. عدم العبث بحاجبيك. من الصعب جداً إيجاد امرأة فرنسية بحاجبين كثيفيين وداكنين بشكل غير طبيعي، فرسم الحاجبين لنصف ساعة ليس من بين أعمالهن، حيث يفضلن قضاء هذا الوقت في الاعتناء بحواجبهن، لذا سيبدين بمفردهن بمظهر سليم وبارز وكثيف. بضع قطرات من الزيت العطري ووضع الأقنعة المنزلية الصنعة بشكل منتظم والثبات والصبر كفيلة بحصولك على حاجبين مثاليين. لذا فإن الشيء الوحيد الذي تضعه الفرنسيات على حواجبهن جل التصفيف. تجنب اتباع نظام غذائي صارم. للفرنسيات أرائهن الخاصة فيما يخص الأنظمة الغذائية الجديدة، فمما لا شك فيه
أن فقدان القليل من الوزن الزائد شيء جيد، لكن نقصان الفيتامينات والمعادن قد يجعل جسمك أكثر ضعفاً. لا يعني هذا أنهن يأكلن أي شيء، لكن يكمن سر امتلاكهن أجساماً جميلة في تناول القليل. أترغبين في لوح من الشوكولاتة؟ جيد، لكن ليس أكثر من اللازم. هل تشتهين البرجر؟ اشتريه، ولكن لا تبالغي في تناوله. وفقاً لفلسفة الطعام الفرنسية، يمكنك تناول أي شيء تريدينه، ولكن توقفي فقط عندما تشعرين بالشبع. الشيء الوحيد الذي تفرض عليه الفرنسيات قيوداً صارمة تقليل كمية السكر للحفاظ على بشرتهن صحية. جرب الاستحمام بماء بارد. أتودين البقاء بمظهر منتعش وشاب؟ تملك الفرنسيات إجابة لهذا السؤال، وهي الاستحمام بالماء البارد. عليك أولاً الحصول على حمام ساخن. أضيئي بعض الشموع المعطرة واسترخي ومتعي نفسك، لكن بعد ذلك يحين وقت الاستحمام بالماء البارد. ستؤدي هذه التركيبة إلى تحفيز دورتك الدموية والحفاظ على لون بشرتك وتقديم العناية الفورية لمواضع المشاكل في جسمك، لكن لا تنسي استخدام المرطب بعد الانتهاء من الاستحمام. بناء ثقتك بنفسك. لسنا النساء الفرنسيات معجبات بالجراحة التجميلية، لذا لن تجدي في شوارع باريس الكثير من النساء بأنوف أو خدود أو شفاه غير طبيعية، حيث إنهن يتقبلن أنفسهن كما هن بكل عيوبهن، ويفسحن المجال لمظهرهن الفريد ليتألق. وهذا سر سحرهن وجاذبيتهن المحيرة. ففي النهاية، إن لم تكوني مؤمنة بجمالك، فمن سيؤمن به؟ لا تحاولي اتباع معايير الجمال الغبية وغير الواقعية، واصنعي معاييرك بنفسك. هل لديك أي حيل تجميلية أخرى مفيدة تحتفظين بها لنفسك؟ أخبرينا بها في التعليقات أدناه، ولا تنسي الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، والنقر على اشتراك للبقاء في الجانب المشرق للحياة.